مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى الفقرة النقاشية في هذا الصباح، واليوم سنناقش فيها موضوع مهم للغاية بعنوان متى نقول لا للآخرين؟ ومعظم الأمراض العضوية التي نصاب بها يكون سببها نفسي نتيجة الكبت المستمر والضغوطات لعدم القدرة على قول لا عندما يتطلب الأمر. حياتنا عبارة عن طاقة تخفت مع عدم قول لا في كل مرة لشيء لا نريده، فبالتدريج نصل إلى مرحلة نتعب فيها ونخسر طاقتنا ومن حولنا. فمتى يجب علينا أن نقول لا؟ نتعرف على ذلك مع ضيفتنا عبر الأقمار الصناعية الأخصائية النفسية آلاء فيصل. مرحبا فيك ست آلاء. مرحبا، أهلا وسهلا. يا مرحبا. خلينا نبدأ بالسؤال، إذن متى يجب أن نقول لا للآخرين دون أن نكون أنانيين؟ في البداية أولا أحب أوضح الفرق بين لما أقول لا عندما أكون يعني الوضع يتطلب ذلك، أو عندما أقول لا وأنا أصبح في هذه في يعني أصبح بصورة أنانية. فالفرق بينهما أنه أنا عندما أستطيع أن أقدم المساعدة والمجال يعني موجود ووقتي يسمح وأنا أشعر بسعادة، ما فيش عندي ضغط، ما فيش كبت، فهنا أنا لو ما قدمتش المساعدة فهنا أعتبر دخلت في جانب الأنانية. أما عندما أقول لا والموقف يتطلب ذلك، في عدة مواقف ممكن أنا من خلالها أقول لا وما أصبحش هنا بالصورة الأنانية المرسومة للآخرين. أولا عندما يكون الموقف يتعارض مع قيمي ومعتقداتي، بمعنى أنه مثلا أشخاص يطلبوا مني طلبات أنا ما تتوافقش معي أو مع معتقداتي مع أفكاري، هنا أنا لو رفضت ما أكونش أناني. كمان لما عند الرفض لما يكون الموقف نفسه يتكرر أكثر من مرة، معناته مثلا زميل في عمل طلب المرة الأولى عمل أساعده في تقرير معين، قمت بمساعدته، الشهر الثاني نفس الفكرة، الشهر الثالث نفس الفكرة، فهنا هو انتقل من مرحلة أنه يطلب مني طلب يعني علشان أنه محتاج فعلا، انتقل لفكرة أنه يطلب بشكل متكرر كنوع من الاستغلال أو التعود. نعم. هنا أنا لو رفضت برضو ما كنتش أناني. كمان أنا أرفض عندما يكون الوقت اللي يكون فيه العمل أنا مشغول فيه أو يتعارض مع مهامي، بمعنى أن أنا قد ألبي للآخرين مهمة، بالتالي هذه المهمة تخسرنا أن أنا أقوم بالمهمة الواجبة عليها، فبرضو هنا لو رفضت الطلب ما اعتبرش برضو أناني. تماما. طيب لو نتكلم ست آلاء يعني نفسيا، يعني لماذا بعض الناس يصابون بالعجز ولا يستطيعون قول لا لحاجات هم مش قادرين أنهم يسووها؟ يعني ليش لماذا لا نرفض؟ هو في عدة أسباب من عدة مناحي، خلينا نصنفها سبب نفسي أولا. السبب النفسي أنه الشخص يخاف من أو ربما يصاب بحالة من القلق للفقد، مثلا يقلق أنه يفقد لذة معينة أو سعادة معينة لو رفض من أصدقائه أنه يروح المشوار معين، فيخاف أنهم ينبسطوا أو يحصل أشياء هو ما يقدرش أنه يحس بالسعادة اللي هم شعروا فيها لما خرجوا المشوار هذا مثلا إذا رفض أنه يقوم فيها. كمان يخاف أنه يفقد الأشخاص، لو شخص طلب منه شيء وهو رفض يخاف أنه يفقد الشخص، لأنه ربط فكرة أنه أنا قيامي بالمهمة هذه بتخلي الشخص معي. فأول سبب نعتبره اللي هو سبب نفسي اللي هو القلق أو الخوف من الفقد. في كمان سبب اجتماعي اللي هو إحنا طبعا في المجتمع مصنفين كجماعات، سواء على نطاق الأسرة، جماعة الأسرة، جماعة المدرسة، جماعة الرفاق وما إلى ذلك، فهو يخاف أنه ينحاز عن الجماعة أو يخاف أنه يفقد الجماعة، لأنه إحنا فطريا عندنا ميل للانتماء إلى الجماعات، ودائما الشخص يحاول أنه يكون جماعات حوله، فبالتالي لو رفض طلبات مثلا الأصدقاء يخاف أنه يعزلوه عن جماعة الأصدقاء. فهذا السبب الثاني اللي هو يعتبر السبب الاجتماعي. السبب الثالث اللي هو يعتبر يمكن هو أول الأسباب المتكونة من مرحلة الطفولة، اللي هو سبب قيمي، بمعنى أنه الشخص يكون عنده قيمة إرضاء الآخرين مرتفعة، وهذا ربما سنذكره لاحقا بسبب أساليب التربية الخاطئة. نعم. فيكون عنده قيمة إرضاء الآخرين عالية جدا على حساب قيمة إرضائه لنفسه، فبالتالي
يحصل انه يلبي طلبات الاخرين حتى وان اثرت على نفسه، لانه حاسس انه هذه القيمه قيمه كبيره جدا وما ينفعش انه يتنازل عنه حتى على حساب راحته النفسيه او الجسديه. نعم، اذا نتكلم ست آلاء الان، ما هي الاثار السلبيه على عدم القدره على قول لا حتى لو كانت هذه الامور يعني على انفسنا وعلى صحتنا؟ نعرف منك انت ما هو الثمن الذي يمكن اننا سندفعه مقابل ذلك، مقابل عدم القدره على قول لا على حاجات بتضرنا بتاخذ من وقتنا. وهي في سبب اولا اللي هو اهم سبب يعتبر يعني او اهم يعني اثر من الاثار السلبيه، اللي هو الاثر النفسي. يعني لما الشخص يقوم بمهمه هو اساسا من داخله رافض هذه المهمه، بالتالي يحصل عنده شعور بالرفض او مشاعر سلبيه او مشاعر غضب، ويكبت هذه المشاعر مره فمره. هذه المشاعر المكبوته تؤدي الى ايش؟ الى امراض نفسيه وجسديه. يعني حتى مش على مستوى الامراض النفسيه، حتى بعض الامراض الجسديه زي مثلا امراض الضغط، امراض القولون، المعده، هذه الامراض برضو تصنف على انها بسبب مكبوتات. احنا نسميها في علم النفس الامراض النفس جسميه، اللي هي تكون الاسباب نفسيه بسبب كبت معين يحصل امراض نفسيه وكذلك يحصل امراض جسديه. هذا من ناحيه الصحة، كذلك من ناحية المهام اليومية. زي ما ذكرنا إنه أنا لما أقوم بمهمة معينة هذا الشيء يؤثر على مهامي. يعني أنا لو عندي تسليم تقرير في الصباح مثلا، أو عندي اختبار خلينا نقول في الصباح، وأصدقائي طلبوا مني مثلا نخرج، أو واحد من أصدقائي طلب إنه مثلا أساعده في شيء معين، فأنا لو ساعدته أو خرجت المشوار هذا أنا بضيع الوقت اللي من خلاله أنا بقدر أن أنا أذاكر، بالتالي لما أدي الامتحان في اليوم الثاني يكون أدائي ضعيف، وهذا الشيء يؤثر على مستقبلي. لأنه فالآثار هذه هي مترتبة في الحاضر ومترتبة في المستقبل، فأنا لما أعودهم أن أنا أقول نعم دائما، هذا قد يخلينا مثلا ما أقومش الواجبات، ما أهتمش بنفسي، ما أهتمش بصحتي، ما أعطيش نفسي أو جسدي الصحة اللازمة من النوم، من الراحة، من الاستقرار الذاتي، ما أعطيش أسرتي الاهتمام لأن أنا مشغول في أداء مهام العمل مثلا داخل العمل وخارج إطار العمل حتى. نعم، فهي مقسمة من جانبين زي ما قلت لك، جانب حياتي وجانب نفسي. تمام. طيب ست آلاء، يعني لو قلنا أنه في شخص إحنا بنسميها الخدوم والشخص المتعاون دائما واللي دائما يقول نعم حاضر مرحبا عمره ما رفض، هذا الشخص حب انه خلاص يغير من شخصيته ويحاول انه يحافظ على صحته النفسيه ويقي هذه الاثار السلبيه اللي حضرتك ذكرتيها كلها، ويبدا انه يقول لا، كيف ممكن انه يتعود على قول لا دون ان يجرح الاخرين؟ بالبدايه هو لازم يتبع خطوات معينه حتى ما يكونش رفضه يفهموها الاخرين كانه رفض لذات الشخص اللي طلب الطلب منه. فبالبداية أول ما يعرض عليه الشخص أي عرض، إنه يقوم بمهمة، إنه يخرج معه، إنه يعمل أي شيء، لازم أولا إنه يسمع الطلب إلى الأخير، وبعدين ما يرفضش مباشرة، يطلب من الشخص مهلة. يعني أنا بشوف جدولي وبعدين بعطيك الرد، أنا بشوف وضع الأسرة وأعطيك الرد، أنا بشوف إذا عندي التزامات في هذا اليوم وبعدين بعطيك الرد، إذا وقتي يناسب، إذا المجال مناسب. فبالتالي الشخص المقابل اللي طلب الطلب هنا يكون عنده استعداد نفسي، لما الشخص يطلب منه مهلة معينة يكون عنده استعداد نفسي انه الشخص قد يقبل وقد يرفض. هذه اول خطوة. ثاني خطوة اللي هي بعدين الشخص هذا الخدوم زي ما احنا نقول يبدأ يفكر، انا ايش الخيارات الموجودة عندي؟ اقوم بالعمل هذا بيضيق وقتي وما بقدرش ان انا اخلص التقرير المطلوب مني، أو إن أنا مثلا أخلص التقرير المطلوب مني وبالتالي ما أقومش بالمهمة وأعتذر. فهو هنا يأخذ الخيارات الموجودة عنده ويبدأ يقيسه، بعد ما يأخذ الخيارات يبدأ بعدها يفكر إيش الآثار السلبية اللي بتحصل لو قال نعم. يعني هل أنا لو قمت بالمهمة هذه بشعر بغضب، بشعر إن أنا مش عاوز مثلا أقوم بهذا الشيء، بس يعني قام في بو من وجه الحياة أو من وجه إنه متعود على هذا الشيء، هل بيترتب على نتائج سلبية؟ فهنا إذا شاف إنه في نتائج سلبية تترتب على الموضوع هذا، هو بيهيئ نفسه إنه لو قال لا هنا ما بيحصلوش تأنيب ضمير بالقدر اللي لما يكونش في أسباب معينة.
فهنا هو بيهيئ نفسه أن الغرفض عنده أسباب مقنعة أو ردود مقنعة. آخر شيء لما يرفض يرفض بطريقة لبقة، يعني كان نفسي أساعدك بس والله عندي التزامات ما بقدرش اليوم. لو طلب منه شخص مثلا يقوم يساعده بعمل معين بيقول له يقوم بعمل معين بيقول له بساعدك انك تقوم بالعمل هذا علشان بعدين انت تستطيع انك تقوم بالعمل هذا لحالك، لانك قدها وما تحتاجش انك تطلب من شخص اخر القيام بهذا العمل. لو كان مثلا الشخص اللي طلب منه الطلب هذا ما يقدرش يقوم بالمهمة هذه، فالطريقة اللبقة اللي يرفض فيها ما تكونش طريقة قطعية لا، وإنما تكون يعني بطريقة سلسة الطرف الآخر ممكن إنه يتقبله وممكن إنه يجيب له بدائل عن طريق إنه ما يقومش بالمهمة ولكن يساعده على القيام بالمهمة مع بعض. نعم، يعني هذه كلها الإجراءات اللي تكلمتي عنها كأن إحنا مفروض علينا فرض إن إحنا نشرح أسباب ونوضح وجهات نظر عشان الآخرين ما يعتبروناش إن إحنا تمردنا مثلاً أو بدينا تغيرنا عليهم. هذه حاجات لازم ان احنا نسويها لان احنا كنا سبب فيها، يعني من البدايه احنا كنا سبب في تكوين هذه الفكره عننا ان احنا دائما نقول نعم، فمضطرين لعمل هذه الاجراءات كلها. ايوه بالضبط، لانه يعني الاشياء هذه زي مثلا قول نعم او قول لا هي اشياء مش فطريه ما خلقناش فيها، وانما اشياء تعودنا عليها بطريقه روتينيه خطوة فخطوة. فأنا زي ما تعودت أن أنا أقول نعم 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 والآخرين تعودوا على هذا الشيء، وبالتالي في بعضهم استغلوا هذا الشيء بصورة أدق. أنا قادر أقول لا لا يعني مرة فمرة، أنا بتعود. يمكن هي في البداية تكون صعبة والشخص يحس بالذنب وأنه ليش ما قامش بالمهمة هذه وكان لازم يقول أيوة ويلبي الطلب ويمكن يكون الشخص محتاج، لكن مرة فمرة بيستطيع أنه يقولها بكل سلاسة وبيوصل إلى درجة يعني من الاستقرار الذاتي أنه يقدر يرفض أي شيء ممكن أنه يؤثر على صحته النفسية، وكذلك يشرح الأسباب. يعني زي ما قلت أنا ما بستطيعش أن أنا أقوم بالمهمة هذه ولكن لأسباب كذا وكذا وكذا، علشان أنه الطرف الآخر ما يأخذش بشكل أنه رفض الطلب عشان أنه مني، وإنما رفض الطلب علشان أنه مثلا مشغول أو عنده التزامات معينة. إذن الأخصائية النفسية آلاء فيصل أحمد سعيد، شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيح وكل هذه الخطوات اللي أتمنى أي حد يعاني من هذه المشكلة بعد مشاهدة هذه الفقرة سيستفيد إن شاء الله كثيرا. يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا لك.